قام السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بزيارة ميدانية لمحافظة السويس، رافقه فيها اللواء العربي السروي محافظ السويس والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. تفقد خلالها مصنع السويس لتكنولوجيا الصناعات المغذية بمنطقة عتائق الصناعية، والذي تم افتتاحه منذ أشهر قليلة في نهاية عام 2014، حيث ينتج مكونات البوتاجازات باستثمار مصري 100%. كما افتتح السيد منير فخري المقر الجديد للغرفة التجارية بالسويس، حيث أكد حرص الحكومة على تقديم التيسيرات اللازمة لخدمة المجتمع التجاري واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية للمستثمرين، وذلك من خلال تهيئة مناخ الأعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصري للنشاط ليستعيد قوته مرة أخرى، خاصة وأننا نمتلك سوق داخلي كبير قوي ومتميز يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة. كما أوضح سيادته أن الحكومة تستهدف وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الاستثمارات. وطالب عبد النور بضرورة التوسع في مشروع مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرف التجارية للتيسير على المجتمع التجاري وإنجاز جميع الخدمات المطلوبة في مكان واحد وفي أقصر وقت ممكن، مما يعمل على توفير الجهد وتقليل التكلفة. جدير بالذكر أنه خلال جلسة نقاشية مفتوحة تطرق السيد الوزير لقضية السكر وحديد التسليح، حيث أعلن سيادته أنه تقرر بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة قدرها 20% بحد أدنى 700 جنيه للطن، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين استكمال إجراءات التحقيق.